سامي الجابر. عدد الأهداف الدولية التي حققها 45 هدفا، عدد المباريات الدولية 163 مباراة. أول مباراة دولية لعب لها كانت أمام المنتخب السوري بسنة 1992، خاض تجارب احترافية في قطر وإنجلترا والإمارات وهو بالهلال منذ بداية مشواره منذ عام 1988 إلى الآن باستثناء التجارب التي تم ذكرها. طفولة سامي. ولد سامي في أحد أحياء الرياض الصغيرة في العاصمة السعودية الرياض، عاش مع 9 من إخوته وكان معجبا بنادي الهلال، يلاحظ نجومه ويتابع إنجازاته، وكان يحلم بأن يكون أحد لاعبي الهلال عندما كان عمره 4 سنوات. فقد اعتاد إخوة سامي لعب كرة القدم وكذلك الأصدقاء، لكنهم كان يرفضون لعب سامي معهم بسبب جسمه النحيف. بعد ذلك سمع عن حصول الهلال على الدرع الأول للدوري الممتاز في المملكة العربية السعودية، وفي ذلك الوقت لم يتخيل أنه سيصبح أهم لاعب في تاريخ الهلال والمنتخب السعودي. في تلك الفترة كان نادي الآمال ذلك النادي الصغير في منطقة القصيم، عرض عليه أن يلعب مع الفريق الصغير رسميا. رفض أخوه الكبير عرض مشاركته في ذلك الفريق، لكنه كان صغيرا جدا ولم يعلم بأن عمر الذئب الأزرق كان يكبر وينمو معه حبه إلى الكرة أيضا. وبالرغم من أنه لم يجد في أثناء ذلك أي فرصة، إلا أن عبد الله العثمان سمع عنه وحثه على أن يسجل في الهلال. فكر سامي بشدة وتذكر الحلم القديم بخصوص الهلال، حلمه الذي زاره أول مرة عندما كان العمدة كابتن الهلال في ذلك الوقت يمسك درع الدوري الممتاز. ها هو يقترب من الحقيقة، وبشهادة تقييم الآخرين فقد كان لدى سامي الحس الذي قد يسجله في أحد النوادي، وأخذ يفكر باقتراب حلم التسجيل في الهلال. وبينما هو في حلمه الجميل، ألا ويظهر فجأة سلطان خميس وعبد العزيز الرسقان لاعبا نادي الشباب حينها، اللذان حثا سامي على التسجيل في نادي الشباب، بل وأخبر الأمير خالد بن سعد رئيس نادي الشباب عن سامي، وطلب الأمير خالد منهم أن يحضروا سامي للتكلم معه. وبالفعل فقد عرف سامي بأن الأمير خالد بن سعد يريده أن يسجل في نادي الشباب، وقابل سامي الأمير خالد بن سعد لكنه اعتذر ليستشير أباه. سامي مع الهلال تحت 17 سنة. تدرب سامي بعد الانضمام إلى الهلال تحت 17 سنة، وحقق لفريقه بطولة تحت 17 السلسلة الممتازة في عام 1987، وأيضا أدرك سلسلة بطولة نادي الخليج تحت 17 الذين كانوا في الكويت، وأحيانا كان سامي يشارك في الدرجة الأصغر، وأحيانا أخرى طلب لدرجة الشباب. ومن ثم انضم سامي إلى المعسكر التحضيري لفريق الشباب عام 1988، إذ لعب في خط الوسط عندما سمي مشرف الفريق عمرو التونسي، الذي استثمر قدرات سامي في الموقع الأمامي ضد فريق الديرة الذي انتهى الشوط الأول بالمواساة السلبية. على العموم لعب سامي وفاز الهلال بالمباراة بهدف ثامن، وبعد ذلك أصبح الجابر الهداف لدرجة الشباب، وفاز الفريق ببطولة الدوري السعودي، وبعدها أصبح سامي البطل لبلده، فحقق البطولات مع منتخب بلاده، وحقق كأس العربي وكأس آسيا وكأس الخليج، وساعد في تأهل المنتخب إلى كأس العالم 4 مرات على التوالي. ومع الهلال حقق بطولة الخليج للأندية وكأس آسيا لأبطال الدوري،
وكذلك كأس آسيا لأبطال الكؤوس وكأس السوبر الآسيوية. وكل هذه الإنجازات لفتت أنظار بعض الأندية الإنجليزية في الدرجة الأولى، فانتقل سامي إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، وقدم سامي المستوى الجيد المشرف، لكن النادي غير مدربه فجعل المدير الفني الجديد سامي في دكة الاحتياطيين ولم يجعله يلعب في أي مباراة، وانتهت فترة الإعارة وعاد سامي إلى الهلال. ولو أنه لم يتغير المدير لكان قد أكمل مسيرته الاحترافية، لكن الحظ لم يحالفه هذه المرة. الإنجازات الشخصية لسامي: هداف الدوري لموسم عام 1990، الحذاء الذهبي للاعبين العرب عام 1990، المركز الثاني للهدافين موسم 1991، أفضل لاعب في البطولة العربية عام 1995، هداف البطولة العربية عام 1995، أفضل لاعب في كأس السوبر الآسيوية عام 1997، أفضل لاعب في كأس الكؤوس الآسيوية عام 1997، أفضل لاعب في آسيا شهر تموز عام 1997، هدف بطولة الخليج للأندية عام 1998، المركز الثامن بين هدافي العالم عام 1998، أفضل لاعب في آسيا شهر فبروري عام 1998، أفضل لاعب في آسيا شهر أيار عام 1999، أفضل لاعب في آسيا شهر ديسمبر عام 1999، أفضل لاعب عربي عام 2001. هذا هو باختصار سامي الجابر.